السوريين الموجودين على اعتبار أنه فلسطين كلها هي جزء من سوريا، فأي مكون غير الصهيوني بفلسطين هو سوري. هالسوريين اللي بالقدس وبغزة وبالقطاع وين ما رحتوا بالجولان، إذا خيروهن يعني إذا استفتاء جيت لجني قال بتروحوا بتضلوا هون بإسرائيل تحت النير نير العدو الإسرائيلي الغاشم، ولا بتروحوا لحضن الوطن؟ شو يعني واحد أقل واحد راتبه 400 دولار 600 دولار وكهرباء 24 على 24 ومازوت قد أبده وبنزين قد أبده، ولو كل 200 متر مدري شو بتاع وروح وهات وإلى آخره بده يجي؟ ما رح يجي. السؤال ليش ما رح يجي؟ ليش هدول تحت النير الاستعمار راتبهم 600 دولار ويلي بحضن الوطن 12 دولار؟ يعني هذاك اليوم مرت لو طلعت برا سياق الموضوع ذكرى 5 حزيران النكسي. هلق انا بشوفها نكسي غير اللي بتشوفوها انتوا، انا بشوفها للنكسي، ما انه اسرائيل جيت احتلت القدس والضفه والجولان وكل الاراضي اللي احتلتها بال 67، ما هون النكسي. النكسي ليش كانت انتقائي اسرائيل؟ ليش اختارت بس هدول وكرمتهن وانقذتهن واحتلتهن؟ ليش ما خدتنا عن شقاب؟ يعني كان هلق نحن انا كان راتبي 800 دولار بدل ما راتبي 12 دولار. شو؟ لشو؟ اذا النكسي على اللي ما راح، مو النكسي على اللي راح، نياله للي راح. هلا قولوا ما يهنى لعزيمة الأمة. ايه؟ شو حالك شو حالي؟ أنا شو بعمل؟ كيف كان لها؟ قال هلق إذا بتتحرر القدس أنا شو بعمل؟ كم من ايوه قلنا شو بعمل؟ انا ابدي تتحرر القدس تعمل، انا بس صر راتبي مثل راتب يلي قاعد تحت نير الاحتلال الاسرائيلي لقد نصه. تعمل خط فلاحه من برماني للقدس. لك ايه 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 انبطيح وانغزوا بالارض.